باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين. اقرا بنعمه المسيح جزء من انجيل معلمنا لوقا الرسول الاصحاح الثاني عدد 22. ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب، كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب، ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، هذا الرجل كان برا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه. وكان قد أوحي إليه القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب، فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نوراً للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه، وباركهما سمعان وقال لمريم أمه: ها أن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة فترة الأعياد، أعياد الميلاد المقدس، بنرحب ببعض ضيوفنا الأحباء من ألمانيا وكندا وإيطاليا، ملبورن بأستراليا، وأريزونا بالولايات المتحدة، وبنهني إخواتنا في جهاز الشرطة في الداخلية بصفة عامة في عيدهم اللي بيحتفل به سنويا في يوم 25 يناير، وقامت الاحتفال بالأمس. بنهنيهم وبنذكر كل الأحباء اللي استشهدوا في ميادين مختلفة وقدموا أعمارهم وحياتهم من أجل سلام وأمن البلاد، وأيضا بنذكر كل الأحباء المتألمين والمصابين واهتمام الدولة وعلى قمتها السيد الرئيس، وبنصلي أن الله يعطي هدوء ويعطي سلاما ويعطي حكمة كل هؤلاء المجروحين من أجل أسرهم، زوجتهم أو أسرهم، الوالد والوالدة، من أجل أبنائهم وبناتهم، أن الله يعطيهم التعزية في حياتهم ويعطيهم السكينة ويعلموا تماما أن ما قدم من شهادة الدم هي من أجل الوطن كله ومن أجل كل أهل مصر. في فترة أعياد الميلاد توجد 40 يوم بدءا من عيد الميلاد وانتهاءا بعيد دخول المسيح الهيكل اللي أنا قريت الإنجيل بتاعه. 40 يوم دول بنسميهم فترة أعياد الميلاد المقدس، وده شكل من أشكال النظام اللي موجود في الكنيسة. زي ما عيد القيامة في 40 يوم وبنحتفل بعيد الصعود، بس في عيد القيامة 40 يوم بيعتبروا كلها أيام أعياد، لأن 50 أصلا أيام أعياد. لكن في الميلاد، وده بيبين براعة التقويم المصري والقبطي القديم، في الميلاد توجد هذه الفترة 40
40 يوما، لكنها تشمل 5 أعياد متتالية. والخمس أعياد دول بيكونوا نوع من الترتيب والمعنى والرمز لحياتنا كلنا في بداية السنة الميلادية الجديدة. زي ما كلكم تعرفوا ان فترة الأربعين يوم دي فيها الخمس أعياد اللي هتكلم عليهم، لكن قبلهم ب9 شهور في عيد البشارة اللي كان في 7 إبريل، اللي هو قبل ميلاد العذراء، قبل ما تولد يعني ب9 أشهر. وبعدهم بحوالي 6 شهور بعد الأربعين يوم في عيد دخول المسيح الهيكل، متأسف، عيد دخول مسيح مصر اللي هو بيبقى يوم 1/6 24 بشمس. ففترة 40 يوم ب5 أعياد متتالية قريبة لبعض في 40 يوم بس، وقبلهم ب9 شهور عيد البشارة، وبعدهم ب6 شهور تقريبا عيد دخول المسيح أرض مصر. إيه الأعياد دي؟ عيد الميلاد 7 يناير اللي هو 29 كياك، ثم عيد الختان 14 يناير اللي هو 6 طوبة، ثم عيد الغطاس اللي احتفلنا به من يومين 11 طوبة أو 19 يناير، ثم عيد عرس قانا الجليل اللي هو النهاردة 13 طوبة اللي هو دايما 21 يناير، ثم عيد دخول المسيح الهيكل اللي هو تمام 40 يوم، ده اللي بيبقى التاريخ بتاعه في 8 أمشير اللي بتوافق 15 فبراير. 5 أعياد متتالية ولها معاني في حياتنا. العيد الأول عيد الميلاد، وهو في معناه الرمزي يعني البداية الجديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. يأتي عيد الميلاد، بيأتي مع بداية السنة الميلادية، وهو أول عيد بنحتفل بيه في السنة القبطية اللي ابتدت في سبتمبر اللي فات. وعيد الميلاد يعني البداية الجديدة اللي بنعبر عليها في صلواتنا اليومية، ونقول فلنبدأ بدءا حسنا في باكر في كل يوم. وكلمة البداية كلمة لطيفة عند الإنسان، هيبتدي حاجة. فالبداية تعني الأمل، وتعني الرجاء، وتعني العمل، وتعني التفاؤل، هبتدي حاجة جديدة. تعني أيضا البداية، تعني روح الحماس وروح الاستبشار بالخير. زي مثلا واحد بيزرع أرض، بيحط البذر في الأرض، ده أول عمل بيعمله، لكن الحقيقة بيبني عليه آلام وأحلام كبيرة خالص، بيبقى عايش على الرجاء. تماما زي الطالب اللي بيبتدي أو سنة دراسية جديدة وبيبتدي متفائل، وإن السنة دي هيبقى أحسن من السنة اللي فاتت وهكذا. البداية الجديدة، والله في محبته بيعطينا باستمرار أن نبدأ، يعطينا فرص البداية، يلا ابتدي. حتى الإنسان الخاطي، الإنسان الخاطي ربنا لسه بيحبه، صح لا يقبل خطيته، ولكن في محبته بيقول له يلا قوم ابتدي البداية.
في عيد الميلاد جاء الملاك وبشر الرعاة وقال: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. وأرجوكم تاخدوا بالكم من طعم الكلمات. ها أنا أبشركم بفرح عظيم. أنا مش جاي أقول لكم خبر عادي، ولا جاي أقول لكم يعني حاجة في طفل اتولد وانتهينا، لا. أبشركم بفرح عظيم. كلمة فرح عظيم هنا معناها فرح كبير لم يكن مثله. في المعنى اللغوي هنا أن الفرح ده مفيش زيه، لم تختبره البشر من قبل. ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. والفرح ده مش فرح محدود، مش فرح شخصي، مش فرح فردي، ده فرح يكون لجميع الشعب. ده في أول عيد، عيد الميلاد. اسمع هنا في آخر عيد اللي هو عيد دخول المسيح الهيكل، يقول الشيخ، يقول: نور إعلان للأمم ومجد لشعب إسرائيل، ومجدا لشعبك إسرائيل. يعني الفرح ده يحوي في داخله النور والمجد. ما هوش فرح عادي، لكن اللي يهمنا انك مع الميلاد تبدأ بدءا جديدا. ما هوش مجرد احتفال ولا مجرد عيد بنلبس فيه جديد ولا بنمارس الممارسات الاجتماعية اللطيفة، لكن المهم ان الانسان يبتدي بداية جديدة. يجي في اخر السنة اللي عمل البداية يجي يقول لك: يلا نعمل حساب المكسب والخسارة، ونعمل حساب فحص النفس، حققت قد ايه وخسرت قد ايه وكسبت قد ايه، وقيم ادائي عملت فيه ايه. البداية الجديدة تعني التعهد الجديد. بحط قدامي تعهد لحياة جديدة. او ان شئتم نضع الإنسان يضع أمامه وعد: أوعدك يا رب هعمل كذا، أوعدك يا رب هعيش في مخافتك، أوعدك يا رب إن حياتي تبقى أكثر نظاما، أوعدك يا رب. فالميلاد، ميلاد ربنا يسوع المسيح اللي بنحتفل بيه سنويا، في رمزيته في فترة الأربعين رمزيته تعني البداية الجديدة المفرحة، البداية الجديدة المفرحة اللي كلها أمل وكلها عمل وكلها اجتهاد وكلها نظرة للمستقبل فيها كل خير. وده اللي خلى الملائكة ينشدوا الأنشودة الجميلة، أنشودة الميلاد: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. الميلاد هو البداية الجديدة. يجي الختام، الختام بعد 6 أيام أو 7 أيام حسب التقليد اليهودي في نهاية الأسبوع. الختام يعني السمة الجديدة. كان الختان علامة في الجسد تؤدى للذكور فقط، وفيها سفك للدم، والعهد يتم بالدم، هو عهد لا ينقض، عهد لا ينقض. فكان الختان في تقليده اليهودي هو العلامة المميزة لهذا الشعب، وزي ما بقول لكم علامة دم. وبالتالي الختان فيه قطع جزء من الجسد، والقطع هنا معناها الإنسان الذي يصير مختونا بالروح،
الختان الروحي. القلب المختون أو العقل المختون تعني العقل المخصص أو المكرس أو المفرز. الختان يعني أن الإنسان صار له سمة جديدة، قلب جديد. اللي أنتوا بتصلوا بيها وتقولوا قلبا نقيا اخلق فيها الله، وروحا مستقيما جددوا في أحشائي. فهنا الختان كان يتم، وفي نفس اليوم الطفل المولود ياخد الاسم، الاسم الجديد. يفضلوا من ساعة ما يتولد ما ياخدش الاسم، يبتدي يتسمى في يوم الختان اللي هو نهاية الأسبوع. فالختان معناها أنك تقيم عهدا وتمتلك قلبا، تقيم عهدا مع مسيحك، عهد جديد بقى، وتمتلك قلبا جديدا زي ما بيعلمنا في العهد القديم، القلب الحجري انزعوا مني يا الله، اطرحوا بعيدا واعطيني قلبا لحميا، قلب بيشعر بيحس بيتأثر، بيبقى حساس للخطية. والقلب الجديد ده هو القلب المختون. ولذلك يا إخوتي هي فضيلة القلب المختون، ودي لكل الناس مش رجالة بس ولا الذكور فقط، دي لكل الناس، أن قلبي يصير مخصصا لله. في يوم من الأيام المسيح علمنا وقال لنا كده، لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين. يعني القلب ده ما ينفعش يبقى فيه سيدين. وشبه الله أو المال. لكن النهاردة في أصنام كثيرة يمكن أن تحتل القلب. أحيانا التكنولوجيا الحديثة تكون صنما معاصرا يحتل القلب. يبقى قلب الواحد مشغول. أحيانا أشوف أطفال صغيرين وهو قايم من النوم أول حاجة يعملها يشتغل على أي جهاز، ولا يمسك الريموت كنترول يفتح أي جهاز قدامه. في حين مفروض نعلم ولادنا ساعة ما أقوم من النوم برشم نفسي بالصليب، بصلي حتى لو كانت أبانا الذي الصلاة الربانية في الأول، وبعدها واجبات الصباح إن كان بيغسل وشه وبيستعد، ويبقى في وقت يصلي في مزامير، يصلي بعض الصلوات إن كان في. طبعا الأمور دي تختلف من واحد للتاني، إزاي أفتح الإنجيل، إزاي أخد منه، كل دي أمور مهمة. لكن كل ده يتلاشى رويدا رويدا، ويحل محلها صنم جديد اسمه صنم التكنولوجيا والأجهزة الحديثة، وكل يوم فيها جديد. وأحيان صنم آخر اسمه صنم العمل. الإنسان يعمل عملا أو عملين أو ثلاثة أو عمل طويل في الوقت، بحيث يصل إلى لحظة من اللحظات ما فيش لا طاقة ولا وقت ولا جهد أن يقعد ويا ربنا. طب ماذا يربح الإنسان؟ يكسب إيه لو ربح العالم كله؟ يربح إيه؟ لا شيء، وخسر نفسه. إذن يا إخوتي العيد الثاني في هذه الفترة المقدسة هو عيد الختان، يعني السمة الجديدة والاسم الجديد، ويعني أنك تسعى لكي ما تمتلك قلبا مختونا يسكن فيها الله، ولا فيه الأصنام المعاصرة، ولا يكون قلب الإنسان قلب مش عمران بربنا، مش عمران بمخافة الله مثلا، أو قلب ملهي زي ما بنقول في صلاة النوم العمر المنقضي في الملاهي،
يستوجب الدينونة. ده العيد الثاني في هذه الفترة. العيد الثالث عيد الغطاس. عيد الغطاس هو عيد نمارس فيه تذكار معموديتنا، فنسميه عيد الولادة السماوية الجديدة. ودي نقطة مهمة قوي. عيد الغطاس معاده ثابت، بيجي في 11 طوبة، بنصلي فيه قداس ليلي مثل الميلاد والقيامة، ويضاف عليه قداس اللقان، وله طقسه الجميل، لكن هو تذكار لك شخصيا بيوم معموديتك. المسيح تعمد؟ تعمد، لكن كمان كل واحد فينا تعمد. والمعمودية تعني للإنسان فينا أنه امتلك الثوب الأبيض، الولادة الجديدة، الولادة السماوية، الذي ولد من الماء والروح. وصارت رحلة حياة الإنسان أنه يحفظ هذا الثوب أبيضا نقيا. ثوب المعمودية اللي بيلبسه الطفل الصغير يوم العماد، ولد أو بنت، ده مش مجرد حاجة حلوة كده يعني، أو حاجة شيك للطفل الصغير، بيبقى أبيض لون النور، لأن المعمودية أو عيد المعمودية عيد النور أو عيد الأنوار. وكمان يمسك شمعة كده ويبقى فيه زفة، لأنه عضو جديد أضيف إلى أعضاء الكنيسة التي هي جسد المسيح. وفي عيد المعمودية اللي هو عيد الغطاس بتتكرر العبارة الجميلة: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. العبارة دي أقف وياكم عند تأمل صغير فيها. هي تنقسم قسمين: هذا هو ابن الحبيب، والقسم الثاني الذي به سررت. القسم الأول ينطبق على سر المعمودية الذي نناله مرة واحدة في حياتنا، كأن المسيح يوم ما تعمدت قال لك هذا هو ابن الحبيب عليك وعليك، انت ابنه الحبيب او بنته الحبيبة. طب والذي به سررت؟ الذي به سررت تعني سر التوبة، الذي هو تجديد للمعمودية. فالمعمودية نمارسها مرة واحدة، وممكن نمارسها في أي وقت. سر المعمودية يعني ممكن نعمد الطفل عمره يوم، عمره ساعة، يتعمد بعد ما يتولد على طول. لكن الذي سررت كيف تحفظ أو تبقي مسيحك مسرور بك من خلال سر التوبة. سر التوبة ده بقى إن شاء الله يكون كل يوم. التوبة ممتدة، بل أنها تغطي الحياة كلها. فلما نقول هذا هو ابن الحبيب، صح العبارة دي الصوت الآب السماوي للابن الصاعد من الماء، لكن في معناها الرمزي لنا كولادة جديدة أنك ينبغي أن تولد جديدا كل يوم. طب تولد جديدا ازاي؟ المعمودية كانت اول الطريق، اما كل الطريق فهو من خلال التوبة والاعتراف. وهذه التوبة هي التي تحول كل الخطاة الى ابرار. هي التوبة كده. فطالما الانسان تائب امام الله يقول عليه كده: الذي به سررت، أنا فرحان بابني،
فرحان بابني اللي واخد باله التايب. والمعمودية أحيانا يسموا سر التوبة معمودية تانية. طب ما فيش معمودية تانية، ربطوها ازاي؟ قالوا في المعمودية الأولى، المعمودية سر المعمودية بتبقى في المية، الاغتسال في المية، العماد في المية، ومدفون معه في المعمودية باسم الآب والابن والروح القدس. لكن التوبة الحقيقية أحد علاماتها القوية دموع العين، وهي ماء أيضا. ومن وجود الدموع التي تصاحب التوبة جعل بعض الآباء يسمون التوبة معمودية ثانية، الولادة الجديدة، إنسان اللي بيتولد على طول. يبقى عيد الميلاد البداية الجديدة، عيد الختان السمة الجديدة والاسم الجديد، المعمودية عيد الغطاس الولادة الجديدة، الولادة السماوية الجديدة. العيد الرابع في هذه الفترة عيد عرس قانا الجليل، وهذا العيد رمز للأسرة الجديدة، الأسرة الجديدة. المسيح لما خلق الإنسان خلق آدم وحواء، وكانت دي نواة الأسرة الأولى، وابتدى تكاثر الجنس البشري. طب البداية دي حصل فيها كده أخطاء وانحراف عن قصد الله، طب يا رب هتعمل إيه؟ قال أنا هكون الأسرة الجديدة، بس رمزيا من خلال معجزة عرس قانا الجليل، أول المعجزات التي صنعها رب يسوع المسيح في خدمته الجهارية. راح هذا العرس في قانا الجليل، وقانا الجليل دي في شمال فلسطين، وقانا الجليل ما فيهاش اليهودية اللي موجودة في أورشليم في الجنوب. فقانا الجليل أحيانا كانوا يسموها جليل الأمم، لأنها بلاد مفتوحة فيها الأمم وفيها اليهود في التاريخ القديم. يحضر هذا العرس وتتم فيه المعجزة، وكأن المسيح يأتي بهدية لهذا العرس، إذ يحول الماء إلى خمر، إلى عصير الكرم، ويقدم، ورئيس المتكأ يشهد، وتتكون أسرة جديدة. خد بالك، ما نعرفش اسم العريس ولا اسم العروسة، ما هوش عرس أو إكليل محدد لأشخاص، ده مفتوح لكل البشرية. ويصير للإنسان الأسرة الجديدة. إيه الأسرة الجديدة دي؟ اللي هي الكنيسة. الكنيسة هي الأسرة الجديدة، نحن أعضاء في جسد المسيح. واجي أسألك أنت من كنيسة إيه؟ تقول لي أنا من كنيسة العذراء في الحتة الفلانية، بقت أسرة. ولما أجي أسأل راهب أنت من دير إيه؟ يقول لي أنا من دير القديس الأنبا بشوي، ما هدي أسرة، عائلة روحية. وصار للإنسان في أسرة. أصل أي إنسان فينا لا يستطيع أن يعيش بمفرده، الإنسان يحتاج إلى مجتمع، أي إنسان يحتاج إلى مجتمع. ويصير الإنسان عضوا في أسرة جديدة فيها روح الله وفيها حضور المسيح. عشان كده لما أسمع أشوف كنيسة يحصل فيها كده وجهات نظر متعارضة، عامل بالظبط زي ما إنسان أعضاء جسده بتتخانق ويا بعضها، أمر الإنسان ما يقدرش يتخيله. أنت صرت عضوا في أسرة جديدة، والأعضاء تتآلف
ولكنها لا تتطابق. إيدي مش زي عيني، مش زي رجلي. كل عضو صغيرا أم كبيرا له دور، له مسؤولية، له عمل، وما فيش عضو أهم من عضو خالص. ودايما أعضاء جسم الإنسان كلها في أي مكان في جسد الإنسان لو أصيب بجرح صغير كل الجسد يبقى مش في وضعه الطبيعي، مش في توافقه الطبيعي. فعيد عرس قانا الجليل هو عيد يجدد عضويتنا في كنيستي أو في ديري في حياتي، يجدد هذه العضوية. وهو أيضا عيد لكل أسرة، لكل أسرة بالجسد. هو وهي لما اتجوزوا قلنا كده: يا من بارك في عرس قانا الجليل بارك الآن فلان وفلانة. كأن حضور المسيح اللي كان في عرس قانا الجليل هو نفسه اللي بيتكرر من خلال الأب الكاهن الشرعي، ومن خلال الصلوات الطقسية، ومن خلال الكنيسة، من خلال السر، سر الزيجة، تتقدس هذه الأسرة الجديدة اللي بتتكون من هو وهي. الأسرة الجديدة عيد عرس قانا الجليل، فده عيد للأسرة، لكل الأسر، لكل أسرة متكونة. وهو أيضا عيد لكل كنيسة، ساعة ما اتكونت وساعة ما اتدشنت وساعة ما ابتدت فيها الصلوات. نأتي إلى العيد الخامس، وهو عيد دخول المسيح الهيكل، اللي أنا قريت الإنجيل بتاعه النهاردة. أمنا العذراء والقديس يوسف النجار ياخدوا طفل يسوع بعمر 40 يوم ويروحوا يقدموه، فيقابلهم الكاهن المتقدم جدا في الأيام، ويقال إن عمره قد وصل إلى ما يقرب من 300 سنة. رجل عجز جدا، نظر، وتيجي أمنا العذراء بقى الصبية الجميلة دي شايلة السيد المسيح الرضيع وتقدمه، يقوم يمسك الطفل كده ويقول: الآن أخذه على ذراعيه وبارك الله. حاجة مش معادية. هو الكاهن العادي في اليهودية كان ياخد التقدمة، تقدمة الشكر دي، فرخي يمام أو زوجي حمام، زوجي يمام أو فرخي حمام، ويبقى تقدمة شكر من الست اللي ولدت أو من أسرة هذا الرضيع. لكن عند سمعان الشيخ يمسك الطفل ويقول: أخذه على ذراعيه وبارك الله، الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام. خلاص أنا عشت لغاية اللحظة اللي أنت قلت لي هعيش فيها لغاية ما أشوفها بعناية، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك. طبعا شيء رائع هذا التعبير، عيناي ليس عينيه الجسديتين، عيناه القلبية، رأت برؤية النبوة والمستقبل، خلاص المسيح على الصليب. بين انه شايل الطفل على ايديه وبين المسيح على الصليب حوالي 33 سنة، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك، شاف خلاص المسيح. زمني بقول لكم حوالي 33 سنة. الذي أعددته قدام جميع الشعوب، المسيح مش جاي لليهود بس، المسيح جاي لجميع الشعوب جديد. الختان سمة جديدة واسم جديد وقلب مختوم، الغطاس الولادة السماوية، صار لي نصيب في السماء وحافظ عليه بتوبتي. عرس قانا الجليل الأسرة الجديدة، الكنيسة، الحياة الروحية، العائلة الروحية،
فاضل ايه؟ فاضل عضويتي في السماء. عشان كده بيسميه عيد دخول المسيح الهيكل. وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا قيام في السماء. فالهيكل ده رمز للسماء. وهو خده الطفل يسوع فأتى بالروح إلى الهيكل. فهنا الموضوع بيتكلم عن السماء الأبدية السعيدة. والأبدية السعيدة الإنسان الذي ينظر وينتظر نصيبه الأبدي كل يوم. ما في واحد حياته في الأرض، وفي واحد عقله مشغول بالسماء ورجليه عايشة على الأرض، بيشتغل بيذاكر بيمارس مسؤولياته، حلو خالص، بس المهم انه مشغول بالسماء، مشغول بالنصيب السماوي. وإذا انشغل الإنسان بالسماء بالقدر الكافي تهون عليه كل مشكلات الأرض. لما بتيجي تعرض عليه مشكلة، مشكلات كتيرة، سواء مشكلات أفراد معدودة أو مشكلات كبيرة، أبقى قاعد وجوايا بقول لنفسي فلان ده مش مشغول بالسماء، فلان ده مفكرش في السماء خالص، ما السماء مش حاضر عنده. طب ماذا تستفيد أيها الحبيب إن عشت حياتك وكانت طويلة جدا وانتهت في الأرض وفي تراب الأرض؟ تستفيد إيه؟ ولذلك يجب أن تتبصر، يجب أن يكون عندك البصيرة. في قداساتنا، كنيستنا العظيمة تعلمنا في بداية كل قداس يقف الأب الكاهن يقول أين هي قلوبكم؟ صاحب الرد الرد هي عند الرب، لكن ده تذكار دائم. هو قلبك عند ربنا ولا قلبك فين؟ هو أنت مشغول بالسماء ولا إيه؟ ولا السماء دي لما يجي وقتها؟ إيه اللي بتفكر فيه؟ عيد دخول المسيح اللي هو 8 أمشير، عيد دخول المسيح الهيكل اللي هو تمام 40 يوم من الميلاد، هو في رمزيته إلى الأبدية السعيدة. وإن سرت بحسب هذه الأعياد الخمسة في حياتك كخطة حياة، يكون لك هذا النصيب في السماء. فترة روحية تقابل تماما زي ما قلت في أول الكلام عيد القيامة اللي بينتهي بالصعود للسماء، هي نفس الآية. وده يبين جمال الترتيب الطقسي في الكنيسة. هذه الصورة الجميلة، صورة الحياة الجديدة التي نحياها بهذه الأعياد التي يعطيها الله لنا. وطبعا لما أقول أعياد يبقى في خط رفيع كده معناه كله الفرح. يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا جديدة على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. من الآن وإلى الأبد.